جدو، لو سألتكم عن او سألتك عن مشوار البطولة، مشوار طويل جدا جدا، في 10 ايام، ولكن هو بالنسبة لكم مشوار طويل لانه كان صعب. ازاي الإدارة الفنية، المدير الفني استطاع ان هو يجدد معاكم الدوافع، خصوصا تقريبا احنا خدنا كل حاجة السنة اللي فاتت باستثناء اخر بطولة خسرناها؟ يعني هو يعني هو البدايه بدات من ان احنا اصلا نجهز للبطوله، ان احنا البري سيزون وفتره الاعداد بتاعتنا، وان احنا يعني حاطين التارجت ان شاء الله السنه دي ان مفيش بطوله تقع مننا، ونكمل على المشوار اللي احنا بداناه من السنه اللي فاتت اللي هو كان انجاز كبير في الفريق ان احنا قدرنا نحصل على كل البطولات. هو في الاول يعني احنا بدانا ان احنا مركزين في كل حاجه في ادق التفاصيل، حتى ان احنا ما يقعش مننا نسبه ماسلز، عضلات، اي حاجه، التغذيه، كل حاجه بصراحه كانت ماشيه كويس جدا. هو الصعب بس كان الاجواء، يعني الجو، الحر، والاقامه، مفيش والتغذيه، نفس، حاجات كتيره الحقيقه. بالظبط كده. لكن هو بصراحه كان الدوافع بتاعتنا كلها ان احنا نكمل على نفس الريتم، وكمان عشان الجمهور وعشان النادي يعني.